ومتجددة. والتجديد هنا هو منبع موضوع ندوتنا العالمية اليوم. واحد الفرشات ديال الأسنان ما كيتشارك معكم حد، كذلك أي معطيات شخصية ديالكم، الاسم ديالكم، بريدكم، رقمكم، أي شيء يخصكم فهو لكم. تم تنظيم هذه الندوة يعني تفاعلا مع مجريات المعرض الجهوي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة بمدينة كلميم، ومن خلال يعني منبركم نشكرهم على التفاعل مع أنشطة وبرامج البرامج التي تقدمها المبادرة. الندوة يعني كانت عبارة عن مداخلة تأتي أغلبها في العلاقة التي تجمع بين القراءة والكتاب الورقي بصفة خاصة والعالم الرقمي بشكل عام. كانت موجهة بالأساس يعني الأطفال والأباء والأمهات، كانت عبارة عن مجموعة من النصائح الموجهة للأمهات والأباء لطبيعة الحال الاستعمال الآمن للإنترنت، وكذلك الحث المجتمع مدينة كلميم على احتضان الكتاب واشتغال، وكذلك يعني استمرار للأنشطة التي تقدمها المبادرة منذ تأسيسها. النشاط يعني كان عبارة عن انطلاقة للأنشطة التي ستقوم بها المبادرة طيلة هذا الموسم. يطور من راسه بالباحث وأنه يتقلب على مصادر أخرى اللي غادي يتعلم فيها هذاك المجال. فعلى سبيل المثال اللي غنذكر كيفاش الطفل أنه يقدر يستفيد من هذه المسألة هذه، فغادي نربطوا مثلا بالقراءة، مثلا القصص كامل الدراري الصغار عندهم يقراوا، عندهم قصص يقدروا يقراوهم. فهذا المجال هذا يعني كيعطيك إمكانية أنك هذاك الخيال ديالك ودوك التخيلات ديالك أنك تحطها في واحد الفيديو مصغر. صراحة فرصة مناسبة لشرح برنامج المصمم الصغير، وهو برنامج الذي يهدف بالأساس إلى تمكين يعني الصغار والأولاد أساسيات أو مادة الأنفوغرافيا باعتبارها يعني مادة أو خلينا نقول من المواد التي تهتم بالمهن المستقبلية. كان الحضور وازن خاصة الأبناء الصغار مع أولياء الأمور، وكانت يعني فرصة ومناسبة كما أشرت لشرح هذا البرنامج وبرنامج المصمم الصغير كما قلت الذي يعنى بتصميم بتعليم الأطفال مادة الأنفوغرافيا. مشكورة المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة، ومشكورة أيضا جمعية مبادرة قراءة الجميع يعني لتبنيها مثل هذه المواضيع التي من شأنها يعني الرفع من قيمة أو الندوات أو المجال العلمي في مدينة كلميم وجهة كلميم واد نون عموما. الجديد اللي كاين هو احنا نستغلوا هذه الندوة للدعوة حول صناعة مقررات رقمية. اليوم بمناسبة المعرض الجهوي للكتاب بجهة كلميم واد نون المنظم من طرف المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة كلميم واد نون، ويعني واليوم شاركنا يعني كباحثين في إطراء يعني في تأطير ندوة علمية حول يعني التكنولوجيا الرقمية في مجال يعني في مجال التعليم، وكانت المداخلة ديالي مختصرة فعلا المقررات الرقمية لجيل ألفا، حيث أنه اليوم أصبحنا يعني لنا جيل حديث وهو جيل رقمي حقيقي والذي يصطلح عليه جيل ألفا، ويجب التعامل معه بخصوصية في إطار التمكين المعرفي والتعليم يعني بصناعة وبابتكار مقررات رقمية لإيصال المعرفة والعلم الحديث. على هذا المشروع اللي اليوم على الحضور النوعي كذلك، نتمنى ان شاء الله تكون هذه بدايه ان شاء الله المشروع.